انتي اللي جرايه يا يسريه. حبكت النهارده تفتحي السفره، عندي عزومه. انا كمان عندي عزومه. غريب، مع ان من زمان مفيش حد عبري، قصدي ما عزمتيش حد. وانتي كمان بقالك كتير ما عزمتيش حد، حبكت النهارده. انا شخصيا عازمه عم العيال. وانا كمان عازمه عم العيال. ايه ده، جاينا الساعه 2 واحنا 3. يعني احنا قسمنا كل حاجه في القصر ده عشان اخلص من خلقتك انت وعيالك، مش عارفين نقسم المخروبه دي. ما هي المخروبه دي لو كانت تتقسم كان زماننا قسمناها، انما اعمل ايه، هندسيا ما ينفعش، ومضطرين مضطرين نتشارك فيها، والا تاخدي بعضك كده وتسيبي القصر وتدوري لك على حته تانيه. نعم يا اختي، انا ليا هنا زي زيك. اتهبلتي في مخك ولا ايه يا وليا انت؟ وانت عماله تعملي لي كده برقبتك زي الزرافه، ده انا على قلبك لطولوم. فولكر، فولكر مفيده، هي الولايه دي بتشتمني؟ يبقى الحال على ما هو عليه لحد ما نشوف مين فينا اللي هتزهق. هنشوف، هوريكي. كم يلا يا بنت توهيه، تعالوا ورايا.